هلا اللي حكينا عن حد الان هو كان المانيبيوليتر ار. هلا راح نحكي عن مبادئ معينه الموبايل روبوت. الموبايل روبوت عاده عندي بلاتفورم او بنسميها بلاتفورم موفينج، والتارجت تو موف هدفنا نتحرك من النقطة الحالية هاي current position. هلا current position لو كنت أنا في plane رح يكون عندي هذا محدد على x و y، فال current position x و y مع pause يعني نوع من orientation، بس هذا بس ب 2 dimensional space في plane. فعندي أنا current position حدده بال x و y وفي عندي orientation، وبدي أنتقل لنقطة معينة لبوزيشن جديد، فهذا سميناه x1 y1، هذا x2 y2. في عندنا هون بوز جديد، ننتقل من البوز الاول للبوز الثاني، من هون بننتقل في مسار معين ما بين النقطتين. هذا هو هدف الموبايل روبوت او فكره الموبايل روبوت. وزي ما حكينا بدنا كان ندمج بين الموبايل روبوت والروبوتك ارم، ممكن نركب روبوتك ارم على الموبايل روبوت نفسه. الشابترز اللي في كتاب بيتر كورك 4 و5 و6 بيحكوا بشكل رئيسي عن الموبيليتي، الحركه والنافيجيشن، كيف اني اعرف وين انا موجود في كل لحظه من اللحظات. هلا حتى نحقق هذا ايش ممكن، كيف ممكن نعمل هيك، كيف ممكن ننتقل من مكان لمكان، ايش الاستراتيجيه اللي ممكن نتبعها؟ في عندنا طريقتين. في الطريقه البسيطه في الطريقة المعقدة أكثر. أو كوردينيت. يعني ممكن يكون عندي ماب بيست ميثود أو كوردينيت ريفرنس، أو عندي السيمبل ميثود. السيمبل ميثود إنه بس أعمل ريسبوند. أنا راح نشوف مثال عليه. اكسترنال. يعني مثال بسيط جدا على هذا النوع، ممكن انه في عندي مصدر ضوئي بدي الروبوت بس ينتقل باتجاه هذا المصدر الضوئي، فبصير السنسرز تبعته بتحس من وين جاي المصدر الضوئي هذا وتنتقل باتجاهه. ما في داخله ريل انتليجنس مباشره، عماله بتطلع شو اللي بيجي من الخارج وبيستجيب باتجاه هذا الريسبونس اللي موجود هون. على الجهة مقابلة تماما عندنا الأنظمة اللي أعقد بكثير، يكون الروبوت في داخله في ماب، هو بيعمل ماب أو في عنده ريفرنس فريم، وفي عنده بيعرف هو شو الكرنت بوزيشن تبعه، شو التارجت بوزيشن تبعه، ممكن حتى يعرف شو الأوبستكلز اللي موجودة في الطريق، وممكن هو يجدد هاي الأوبستكلز ويحدثها، ياخذ ريسبونسز جديدة وهو ماشي وياخذ ريسبونسز ويحدث هاي الماب، وبعدين يضل كل ما مشي يعمل أبديت أكثر للماب هاي بحكم على أساسها انه يقرر كيف انتقل من النقطة الأولى للنقطة الثانية. بين هدول طبعا في اكستريم، هدول أقصى اكستريمز من هون موجود، هذا صار هون. طبعا التنين هدول اوتونومس، ما بنحكي عن روبوتس أنا بمشي بإيدي، عم نحكي عن اوتونومس روبوت. بس هاي فيري فيري سمبل ميثود، ميزتها إنه الألجوريثم اللي فيها بسيط جدا. هاي هون طبعا أعقد بكثير، الألجوريثم فيها أعقد بكثير وصار بدنا ريسورسز حتى نتابع هاي. رح ناخذ مثالين على هدول.